يا سيد، يا حمادة، يا محمد، وهاني، وحسين، وحذيفة، وأحمد، وعبد السلام، وأمين. أنتوا تسعة وتدركوا جميعا ما قد فعلتموه، والواقعة بالفيديوهات التي قد نظرتها المحكمة وشاهدها الدفاع، وأحسب أن بعض الحاضرين من الجمهور رأى ما قد رأى من السيرك والأفعال التي قمتم بها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، العدالة في رب السماء لكن اتوهبت في الأرض للقضاء. اسمعني للنهاية وشغل الاتنين ودن ضعف ما تشغل شفاتك. ربنا ادانا اتنين ودن عشان نسمع ضعف ما نتكلم. قد استمعنا كثيرا من قبل، حان الآن أنت تستمع إلينا. أما أن نطلع في شكل ما يشبه الغزوة تسعة أفراد عشان أي مكان المخطئ مين، ويرتب عليها مقاتيل وجريح وترهيب للأهالي، أنا بلدي عشان تبقى فاهمني أنت وهو، لألا يتسع الخرق على الراتق، دي عدالة وحق ناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها للأول والثاني والثالث والرابع والخامس حضوريا وغيابيا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، العدالة في رب السماء لكن اتوهبت في الأرض للقضاء. يعني النهاردة المجرم بينفذ جريمته زي ما هو عايز، لكن القضاء والعدالة بتتاخد مجراها. ايه القضية اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها النهاردة؟ لو اتبع معنا الفيديو فهتلاقي القضية والحلقة اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها نسخة بالكربون من قضية ولاء زايد صيدلي حلوان، وبالصدفة كمان ان القضية في المعصرة يعني في حلوان. القضيتين شبيهين ببعض، مش هتقدروا تفرقوهم عن بعض، لكن الاحكام في قضية ولاء زايد اختلفت كل وجزء عن الاحكام اللي هنشوفها مع حضراتكم النهاردة. السيد وحمادة ومحمد وهاني وحسين وحذيفة واحمد وعبد السلام وأمين، تسع متهمين. يا نهار أبيض، ده شبه القضية. لا، قضية ولاء زايد كانت سبعة بس، كبيرهم خد 15 ومهاب وسيف خد 10، لكن القضية دي مليانة إعدامات ومؤبدات، وكمان بالمؤبد وبالأشغال الشاقة كمان. هنحكي لحضراتكم الحكاية. شاب بسيط يمكن ظروفه على قد الحال، لكن في أحد الشباب اللي كانوا يعرفوه كان عنده توك توك، التوك توك اتسرق. طيب ما تفرغ كاميرات، ما تحاول الناس اللي بتروح تشوف الناس اللي بتسرق تكاتك. لا، ده الشخص اللي اتسرق منه التوك توك، علشان الشخص اللي اتقتل كان ماشي في المنطقة بالصدفة اشتبهوا فيه، وعشان يشتبهوا فيه يقوم تسعة من الشباب اللي احنا حكينا لحضراتكم اسمائهم خطفوا الشاب ده وطلعوا بيه عمارة للدور الثامن. ده انتوا هتشوفوا غرايب في الفيديو، لان الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي اثبت مقتل الشاب، بعكس قضية ولاء زايد. محامين المدعيين بالحق المدني للشاب قدروا ان هم يقنعوا المحكمة بالأدلة وبالبراهين ان الولد اتقتل فوق واترمى على الارض، لان كان فيه كسور وفيه كمان نزيف في جسم الولد. يمكن قضية بالنقيض، يعني ايه قضية لولاء زايد في ناحية وقضية الشاب اللي قتلوا تسعة في ناحية تانية، والاحكام كلها مختلفة كل وجزء. نكمل مع حضراتكم، ومعانا كمان اسدال الستار في المحكمة بإعدام أغلب المتهمين والمؤبد وكمان السجن المشدد في القضية. هنا بدأ أنهم يختفوا الولد اللي هو الشاب، وفضلوا يقرروه الولد ما سرقش، ولا حد يعرف، ولا حتى كمان يعرف مين اللي أخد التوك توك. ما اكتفوش بالتعذيب، مضوا على وصلات أمانة، ويمكن اعتروه وفعلوا معاه حاجات كتيرة قوي ما ينفعش إن احنا نتكلم فيها. يعني خطفوه وقيدوه وعذبوه وقتلوه ورموه من الدور الثامن. الصفة التشريحية أثبتت كل حاجة. يمكن المتهمين التسعة اللي احنا حكينا لحضراتكم عليها، القاضي كان بيوجه لهم رسالة شديدة ويقول لهم احنا سمعناكم كتير وسمعنا محاميكم كمان اكتر واكتر، اسمعونا احنا القضاء اللي هيبت في القضية. انتوا طالعين غزوة يعني النهاردة علشان واحد ينتقم من واحد؟ لا،
هنا القاضي شبهها كده وقال انتوا طالعين غزوة، تشبيها ان انتوا طالعين حرب علشان تنالوا من هذا الولد في دولة وفي قانون وفي قضاء، حتى لو لم يسرق او سرق كمان ما ينفعش ان انت اللي تحكم عليه بنفسك، ما ينفعش ان انت تنصب نفسك ذات إلهية علشان تقتل ولد غلبان في الدور الثامن وكمان تشيله وترميه على الطريق عشان تضلل الشرطة، عشان تضلل التحريات والقضية تتأيد إنها حادث سير. مقتضيات كتيرة قوي في منطقة حلوان بعد ما خطفوا الولد وقيدوه وعذبوه وقتلوه ورموه من في الدور الثامن علشان يضللوا الشرطة. الطب الشرعي أثبت الكسور والجروح والتعذيب، 9 أشخاص بعد التحريات أثبتت القصة اللي احنا بنقول لحضراتكم عليها، إن واحد منهم اتسرق منه التوك توك بتاعه، اشتبهوا في الولد المتوفى، أخدوه وخطفوه وبدأوا إن هم يمضوه على وصلات أمانة ويعذبوه، لكن بعد تفريغ الكاميرات بعد ما تم إسقاط جثمان الولد على الطريق العمومي بدأ هنا نصب الأكمنة، تفريغ الكاميرات، التحريات على قدم وساق لحد ما قدروا يتوصلوا للـ9 متهمين وتم القبض عليهم. هنا طبعا قالوا ان هو كان معدي ب وسرق التوك توك، لكن لم تتحصل التحريات على هذا الامر او على هذه المعلومه، لكن مش من حقهم ان هم يخطفوا. طب تعالوا عشان ما نطولش على حضراتكم الحلقه وبعد كده نكمل، تعالوا ما نسمع مع بعض حكم المحكمه واللهجه الشديده اللي اتكلم بيها القاضي المحترم للـ9 متهمين وبعد كده نكمل مع بعض. يا سيد، يا حمادة، يا محمد، وهاني، وحسين، وحذيفة، وأحمد، وعبد السلام، وأمين، أنتوا 9 وتدركوا جميعا ما قد فعلتموه والوقعة بالفيديوهات التي قد نظرتها المحكمة وشاهدها الدفاع، وأحسب أن بعض الحاضرين من الجمهور رأى ما قد رأى من السيرك والأفعال التي قمتم بها. ليس من المنطق ولا العقل ولا المقبول والمعقول أن يقتص لأحد العدالة بنفسه، وإلا هنبقى قانون الغابة وكل واحد مراته راحت تشتري حتة قماش من السوق حست أي مشكلة أي مكان فيها المخطئ في من الوسائل والطرق الكثير، لكن مش اقتص العدالة لنفسي بأسلحة بيضة وأسلحة نارية. اسمعني اسمعني وما تقطعش، اسمعني وما تقطعش، سمعناك كثيرا أنت ودفاعك وزملائك، أما وأنه قد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، اسمعني للنهاية وشغل الـ2 ودن ضعف ما تشغل شفاتك. ربنا ادانا 2 ودن عشان نسمع ضعف ما نتكلم، قد استمعنا كثيرا من قبل، حان الان انت تستمع الينا. اما ان نطلع في شكل ما يشبه الغزوه 9 افراد عشان ايا مكان المخطئ مين ويترتب عليها مقاتيل وجريح وترهيب للاهالي، انا اعتقد تشيع الفتن وتنتشر الفاحشه ان لم نتواجه مع الامر، واعتقد في مناطق معينة زاد استخدام السلاح والقتل والبلطجة والفردة، أنا أعتقد أن العقوبة زي ما ليها قصدا خاص، الجريمة زي ما ليها قصدا خاص، العقوبة ليها ردعا عام وردعا خاص، ردعا خاص عشان أنت ما ترجعش تاني، وردعا عام عشان كل واحد يفكر أنه يقتل ويستخدم سلاح لازم يبقى عارف أن ما قاله نفس البدايات تؤدي إلى نفس النهايات. أنا عايز أقول أن الأمور وسعت قوي قوي في بعض المناطق لدرجة ان احنا نخشى ان يتسع الرتق على الخارق، الامور توسع قوي ما يقدرش الواحد يلم الموضوع بالبلدي عشان تبقى فاهمني انت وهو، لئلا يتسع الخرق على الراتق، دي عدالة وحق ناس، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضوريا وباجماع اراء اعضائها للاول والثاني والثالث والرابع والخامس حضوريا وغيابيا للباقي. اولا بمعاقبة حمادة محمد إبراهيم السيد بالإعدام شنقد عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة كل من سيد أحمد عبد السلام أحمد وحذيفة أحمد عبد السلام أحمد وأحمد أحمد عبد السلام أحمد وعبد السلام أحمد عبد السلام أحمد وأمين سعيد أمين إبراهيم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. ثالثا بمعاقبة كل من محمد أحمد محمد محمود وحسين عيد حسنين عشور بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليهما. رابعا بمعاقبة هاني شعبان طه عفيفي بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه.
خامسا الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه. سادسا احاله الدعوتين المدنيتين الى المحكمه المدنيه المختصه بلا مصروفات. سابعا قدرت مبلغ 500 جنيه. كتبتوا الجريمة بمزاجكم، يبقى احنا هنحكم عليكم براحتنا من خلال قانون ومن خلال تشريعات شرحها المشرع، بأي حق وبأي ذات ان انتوا تخطفوا ولد في مقتبل عمره وتعملوا فيه الحاجات دي كلها وتقتلوه وترموه وتحاولوا ان انتوا تضللوا الشرطة. حضراتكم سمعتوا الأحكام، أحكام مشددة، لأن أربعة اللي هم خدوا أكبر أحكام فيهم هم اللي شالوا الولد مرابعة زي ما احنا ما بنقول وحدفوه من الدور الثامن علشان يلقى مصرعه. نصايح كتيرة قوي بنتقدم بيها لو ليك حق أو ليك مظلمة في محكمة وفي قضاء وفي دعاوى كتير قوي وفي بلاغات، روح سجل محضر وامشي وراء المحضر، ولو ثبت اتهام الشخص ده بسرقة توك توك فأكيد إن القضاء هيجيب لك حقك، إنما أنت تنصب نفسك ذات إلهية وتنهي حياته بنفسك خلاص. شفت أنتوا التسعة عملتوا إيه؟ عملتوا إيه في نفسكم؟ يمكن اتنين أو تلاتة أو أربعة أخذوا إعدام، واللي أخذ مؤبد 25، واللي أخذ مشدد بالعشرات، واللي أخذ كمان خمسات. يعني القاضي النهاردة ما قالش شيوع في الجريمة نطلع النص براءة والنص نديله أحكام. هنا الفرق ما بين القضيتين يا سادة. القضية بتاعت ولاء زايد صيدلي حلوان اللي القضية اتحولت لمحكمة الجنح وما اتحولتش لمحكمة الجنايات. حتى لو 100 واحد قتلوا روح واحدة فأكيد هيعاقبوا وياخدوا كمان أشد العقوبات. ده قضية محيرة، لكن حبينا ان احنا ننشر لحضراتكم التفاصيل واسدال الستار عن القضية، لان القضية كانت من شهور ويمكن احتلت ضجة على السوشيال ميديا، لكن متابعين لحضراتكم الاخبار تكة بتكة. يعني مش شرط ان احنا نتكلم في قضية ونتناساها، حتى بعد ما محكمة النقض ما بتسدل الستارة بيكون في فترة كبيرة جدا ما بين الجلسة الاخيرة اللي احنا بنقول عليها جلسة الفصل او جلسة النطق بالاحكام وتحديد جلسة لقبول النقض او رفض النقض. لازم نكون خطوة بخطوة مع القضايا، لازم نكون حلقاتنا متصلة وليست منفصلة. يعني بنتكلم في حلقة من شهور بنكون متابعين للأخبار عشان ننشر لحضراتكم. لو وصلت معنا لنهاية الفيديو، ايه رأيك في الأحكام اللي صدرت في القضية اللي احنا حكيناها لحضراتكم والأحكام اللي صدرت في قضية الدكتور ولاء زايد؟ مين الجاني أو الخلل في انتقاص الأحكام في بعض القضايا بيكون سببه ايه؟ ما تنسوناش من الاشتراك واللايك، وما تنسوناش تقولوا لنا رايكم كمان وكمان. حابين ان احنا ننشر لحضراتكم القضيه اللي شغلت مدينه حلوان. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.